أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع في برنامج أجندة الساعة. في حلقة اليوم نتحدث عن الصراعات القبلية التي برزت في مناطق متعددة من أنحاء السودان. أرحب بضيفي داخل الأستوديو، الأستاذ عبد الله آدم خاطر المهتم بالسلام والكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمشاهديك الكرام. أيضا أرحب بالأستاذ عبد المنعم أبو دريس المحلل السياسي. مرحبا أستاذ عبد المنعم. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة الشروق، مرحبا برفقتي الأستاذ عبد الله الخاطر. نعم، إذن أرحب بكم جميعا في هذه الحلقة من أجندة الساعة. سنعود إليكم من جديد لمناقشة موضوعات هذه الحلقة ولكن بعد هذا التقرير. ينتظر ملايين السودانيين تحقيق تطلعاتهم في السلام الشامل، والذي يعد أحد أهم أسباب الثورة السودانية التي صاغت شعارات الحرية والسلام والعدالة ونبذت العنصرية والجهوية والديكتاتورية وقدمت التضحيات من أجل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة في البلاد. لكن سير عملية التفاوض عبر منبر جوبا شابه غبار ناعم وتأجيل متكرر للتوقيع النهائي كان آخره في الخرطوم، إذ وقفت عقبات الترتيبات الأمنية والانقسامات التي طالت الجبهة الثورية وغيرها من القضايا حجر عثرة أمام الحلم المنتظر في أطراف ووسط السودان. ورغم الاجتماعات المتواصلة بين وفد الحكومة وجناح الجبهة الثورية إلا أن الاتفاق النهائي لم يرى النور بعد قبل أن تبدأ تعقيدات التنفيذ نفسها، لا سيما أن التفاوض مع بعض القوى المسلحة مثل الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو لم يشهد تقدما حتى الآن، فيما لم تبدأ مسيرة العملية السلمية مع إحدى الفصائل المؤثرة في إقليم دارفور وهي حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. زاد الأمر تعقيدا اشتعال الحروبات القبلية المسلحة في غرب السودان من دارفور إلى جنوب كردفان، وصلت الآن إلى تخوم كسلا وساحل البحر الأحمر. رغم الجهود التي تؤكد السلطات الأمنية والشرطة والمدنية إنها ماضية في بذلها وإرسال تعزيزات عسكرية وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، إلا أن واقع حال 8 ولايات سودانية ما يزال يرزح تحت النيران الصديقة لأبناء الوطن والدم الواحد. وتشير بعض أصابع الاتهام إلى وجود طرف ثالث يتمثل في قوى النظام القديم تعبث بالأوضاع الأمنية في الأقاليم رغبة في جر ساعة الثورة للوراء وعرقلة إنجاز مهام الفترة الانتقالية، بينما يحمل آخرون الحكومة مسؤولية حماية المدنيين مهما كانت الأسباب. هذا ويعزو آخرون جذور الصراع لعدم تحقيق العدالة واستكمال عملية السلام في مناطق الحروب والمناطق الأقل نموا. أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من أجندة الساعة. أبدأ معك الأستاذ عبد الله آدم خاطر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. ما الذي يحدث في أقاليم السودان المختلفة تحديدا في هذا التوقيت بالذات؟ شكرا جزيلا. أنا يعني سعيد أن أكون اليوم يعني مع زميل من الصحفيين في هذه الحلقة، وأعتقد أن الصحفيين في السودان لسه ما أتيحت لهم الفرصة عشان يقولوا كلمتهم، لأنهم هم أكثر الناس التصاقا بالمجتمعات المحلية وبتمواصلين، ومع ذلك يعني صوتهم دائما يأتي في وقت متأخر. ما الذي حال بينهم وبين هذه الفرصة؟ طبعا يعني السياسات العهد البائد ممكن، لكن بكل أسف كما نعلم جميعا بأن السودان يعني منذ يعني عهد الحكم الثنائي في 1898 السودان محكوم بالطوارئ
بكل أسف في كل الحالات ما عدا حالات بسيطة أو مراحل بسيطة جدا في تاريخ الحديث كانت يعني تجربة ديمقراطية وسرعان ما تعود إلى الطوارئ. فالطوارئ والصحافة يعني مسألتين متناقضات أو نقيضات بعض. فالآن أعتقد أن الصحفيين يجب أن يبادروا بشكل أكبر لأن الحاجة للحقائق والتنوير والمعرفة الحقيقية وربط ربط الحقائق التي تأتي من صناع المعرفة اللي هم في الجامعات والمعاهد والباحثين مع السلطة التنفيذية ده الوقت بتاعه جاء عشان يعني البلد يعني تعرف وتعمل وتنفذ ولكن في الاتجاه الصحيح. لذلك يعني أنا كنت في نيالة حتى أمس يعني وكنت يعني مشيت لوزرت يعني كاس اللي هي كانت من أكثر المناطق في الفترة الأخيرة منطقة نزاع وصعوبة وحاولت أن أتعرف على الواقع في دارفور بشكل عام مقارنة بالواقع اللي حاصل دلوقتي في شرق السودان بشكل عام وبور السودان بشكل خاص يعني في الأيام الفاتت. وأعتقد أن الحقائق يعني مجملة لم تعد فوق السطح وهذا ما يجب أن نعمل كثيرا وبجدية بأن نضع كل الحقائق التي تعين الحل يعني أن نضعها فوق المائدة. نعم. ما الذي وجدته من خلال أو توصلت إليه وتعرفت عليه من خلال وقوفك ميدانيا على الأوضاع وتحديدا في كاس التي تتحدث عنها؟ نعم يعني مثلا في بعض الشعارات تقول إنها لم تسقط بعد. أعتقد أنه ده شعار صحيح 100% ولكن يعني يعني بالمقارنة ليس شعار مكتمل لأن يعني منذ العام وقد يعني أنهينا الفترة بتاعت النظام البائد دستوريا وقانونيا وأصبح يعني في مناخ سياسي يسمح للناس بالعمل المشترك وبالحوار وبالنقاش. أعتقد أننا أنجزنا يعني عمل كبير جدا ولكن ما يحدث الآن هو كأنها يعني بقايا من السياسات البائدة السياسات اللي كانت. فمثلا الحالة بتاعت كاس تحديدا كاس يعني مع إعلان الحرية والسلام والعدالة ويعني الحكومة الجديدة الحكومة الانتقالية وصلت وأعلنت عن نفسها وبسطت يعني السلطة بتاعة الشعب السوداني. أي شخص طبعا سوداني يعتبر أنه الدولة دي حقته والسلطة سلطته وبالذات المزارعين اللي كانوا في مناطق النزاعات وبالتحديد في يعني في المعسكرات بتاعة النزوح وجدوا أن هذه هي الفرصة الأولى والأساسية والضرورية لأنهم يعودوا عودة طوعية للزراعة حتى ولو الإجراءات بتاعة العودة الطوعية لم تكتمل ولم تمهر الاتفاقات السلام بالتوقيعات التي تسمح لهم بالعودة النهائية. فلذلك يعني في يعني الفترة الفاتت كما هو معلوم أنه في مجموعات سكانية أخرى وبعضها يعني جاءت من خارج السودان وأغلبها جاءت من خارج السودان يعني مساندة للنظام السابق يعني في النزاعات المحلية. فلذلك يعني هؤلاء الناس اعتبروا أنه الأرض دي محررة كمان يعني محررة وأنه الحكومة أدتهم وأنهم هم أصحاب الملك الجديد. فكانوا بيمنعوا المزارعين من أنهم يواصلوا زراعتهم أو يعني مثلا في تركتر في الزراعة أو في المشروع المعين يقوم يعني يحصل فيه تدمير بشكل من الأشكال ويعطل الشغل الزراعي وده أدى إلى أنه
في واحد من المزارعين اشتكى شخص محدد بأنه عمل يعني تدمير في الزرع بتاعه، وبالفعل وضع في عند الشرطة وتحت التحقيق، ولكن النائب يعني وكيل النيابة رأى بحسب القانون ولأسباب هو ما أعلن عنها بأنه الشخص ده ممكن يطلق سراحه بضمان عادية. دي استفزت الناس جميعا أنا في منطقة كاس، بأنه كيف يعني زول استخدم السلاح ضدهم واستخدم يعني العنف غير المشروع ضدهم، ومع ذلك الشرطة والنيابة يطلقوا سراحه. فلذلك اعتدوا على النيابة وعلى وكالة المباني والعربات وكل المعدات، وتمت يعني حلقها وبشكل يعني تلقائي بدون تنظيم حتى. ودي طبعا يعني عقدت الأمور. ومن الناحية الثانية في مجموعات موالية للشخص ده، ويمكن بتحريض يعني استخدم السلاح أيضا ضد المزارعين، ودي كونت مجموعة جديدة من النازحين في مدينة كاس. يعني هي ردة فعل وردة فعل بالضبط. نعم، ولكن يعني هي ليست جزء من يعني ده بقول أنا جزء من موروثات النظام القديم. نعم. وكذلك يعني إذا شفت الحالة بتاعت يعني الحالة بتاعت في الجبل، جبل مرة يعني، أو في كبكابية أو في فتبرنو أو في كتم أو في مناطق تانية في دارفور، كلها يعني يعني حالات يعني متسقة مع بعض متشابهة، وهي يعني محتاجة بالفعل لمعالجة جديدة. وأعتقد أن يعني أهم ما تم عمله في الوقت الراهن هو إبدال الحكام العسكريين بحكام مدنيين، غض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف، ولكن هذه هي البداية الصحيحة للمعالجات لموروثات النزاعات اللي يعني موروثات النظام القديم من طيب. النزاعات. نعم، سأعود لهذه النقطة، ولكن دعني أسأل الأستاذ عبد المنعم أبو دريس الكاتب الصحفي والمهتم بشرق السودان. أستاذ عبد المنعم، لماذا تمدد الصراع إلى شرق السودان، هذه المنطقة التي يعني كانت يعني تشهد استقرار وإن كان نسبي، وهل هناك ثمة علاقة ما بين الصراع في مناطق أخرى من السودان وشرق السودان؟ شكرا جزيلا، وشكرا للأستاذ عبد الله أبو خاطر، وآمل أن الصحافة السودانية تكون في مستوى توقعاته التي أعلن عنها يعني، وأنها تستطيع أنها تكون واحدة من حراس الفترة الانتقالية، واحدة من حراس آمال وتطلعات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية والسلام. لو نظرنا لما يحدث في شرق السودان، صحيح أن العامل الرئيسي أن القبيلة واحدة من العوامل المشتركة في بعض النزاعات الموجودة في بعض المناطق، تحديدا النزاعات التي حدثت في بعض مناطق دارفور. ولكن هناك من يرى بأن الصراع في كسلة هو صراع قبلي فقط، ومن يقودون هذا الصراع يحاولون يعني وضع هذا الصراع في موضعه السياسي بعيدا عن القبل، ولكن في الأصل هو صراع قبلي. دعنا سنأتي لقضية كسلة، لكن الاختلاف في أن الصراع في شرق السودان للمرة الأولى يعني تاريخيا معروف أن الصراع بين القبائل في السودان، عندما يحدث الصراع بيكون في مناطق ريفية ومرتبط بقضايا بالموارد أو صراع على ملكية الأرض. لكن الذي حدث في شرق السودان مثلا في 3 مدن، هذا تحول في الاتجاه السالب، أن تحدث الصراعات داخل المدن، داخل مدينة مثل مدينة بورسودان، ثم مدينة مثل مدينة حلفة، ثم مدينة كسلة. وخاصة إذا نظرنا لمدينتين زي مدينة بورسودان ومدينة حلفة، مدينتين نسبيا حديثات التكوين. مدينة بورسودان لم يمضوا على تأسيسها أكثر من 120 عام أو يزيد أو يتقل قليلا. حلفة مدينة نشأت مع أكثر من نصف قرن أكثر حداثة. نعم،
والمدن بطبيعتها معروفة أنها تكوين الاجتماعي بيكون خليط لناس من مختلف المناطق، خاصة مثلا لو نظرنا للميناء، المواني في كل العالم سكان عبارة عن خليط، وفي أحيان كثيرة الخليط ليس من سكان البلد، بل أن الخليط يكون متجاوز للبلد لمناطق مجاورة لناس جاءت بهم العمل للميناء. فلذلك طبيعة الذي حدث في بور السودان أو في مدن شرق السودان خطورته في أنه جاء إلى المدينة، أن الصراع بطبيعته القبلية جاء إلى المدينة. لكن أنا أريد أن أفرق بين شيئين، ما بين القبيلة وما بين القبلية. القبيلة كمكون اجتماعي موجود في المجتمع السوداني، واحد مفردات مكون المجتمع السوداني، لديه أدوار اجتماعية إيجابية ويجب أن نعضد عليها. يعني مثلا القبيلة كمفردة اجتماعية، لكن القضية الأساسية أنك أنت تدخل هذا المفردة الاجتماعية الإيجابية في مأزق، أن تدخل في مأزق العصبية القبلية. عندما تدخل في مأزق العصبية القبلية يمكن أن تتحول من مفردة إيجابية لمفردة سالبة جدا، أو أن تستخدم لافتات القبيلة في صراعاتك السياسية لتحقيق مكاسب سياسية. وهل هذا الذي حدث بالفعل؟ هذا الذي حدث أولا، يعني هذا الذي يحدث الآن. أولا، استخدام القبيلة في السياسة قديم السياسة السودانية. صحيح أنه في موروث من أيام الاستعمار، لكن حتى الفترات السياسية السودانية، سواء كانت الفترات الديمقراطية القليلة أو فترات الحكم العسكري، هناك بعض السياسيين يستخدمون اللافتات القبلية لتحقيق مكاسبهم الشخصية، وهذا الاستخدام واحدة من الأدوات التي بنت العصبية القبلية وسط أفراد القبائل، يعني وجعلتهم يتعصبوا لقبيلتهم أكثر، لأنه أصبحت القبيلة واحدة من المراكب التي يعبر عليها أصحاب الطموح، وهذه واحدة من أزماتنا الكبيرة، لأنه القبائل السودانية قبل أن يتم هذا الاستخدام ظلت لمئات السنين متعايشة، متصاهرة، مترابطة، لديها ابتدعت وسائل لحل خلافاتها. صحيح أنه قد تكون ما معنى، يعني التغيرات المناخية والصراع على الموارد قد يجعل هناك بعض الخلافات بينها، لكنها هي عند أدواتها للتعامل مع هذا الصراع. القضية الأساسية أن الدخول العاملين الخارجين من المكون الاجتماعي ده، سواء كان الاستخدام القبيلة كلافتة لتحقيق الطموح السياسي أو العصبية القبلية، هذا هو الذي أدخلنا في المأزق. طيب أستاذ عبد المنعم أبو إدريس، يعني أنت تحدثت عن أن الصراع من مناطق الموارد، يعني إذا كانت مناطق الري أو الزراعة، انتقل إلى داخل المدن. برأيك لماذا تم نقل هذا الصراع إلى داخل المدن؟ الموضوعين الذي ذكرتهم، أولا تم شحن العصبية القبلية. صحيح أنا هناك استخدام للقبيلة لسنوات طويلة، لكن خلال الثلاثين عام تم استخدام القبيلة استخدام سياسي برز منذ تقسيم نظام الحكم الفيدرالي وتقسيم المحليات والولايات لإرضاء القبائل، مما جعل البعض أنه يعود للاستنصار بقبيلته ليحصل على مكاسب سياسية. كما أن الذي حدث في فترة الدكتاتورية أنه تم حجب الممارسة السياسية بيتم عبر الأحزاب، اللي هي واحدة من أدوات الممارسة السياسية، وأصبح أنه الطموح، بدل كان الطموح السياسي أنه أنا أنتمي لحزب سياسي وأجي عبر الحزب السياسي عبر أدوات الديمقراطية بالانتخاب أو بأي معادلة سياسية مرتضى ما بين أحزاب سياسية، أصبح أنه المركب هو أن أستخدم قبيلتي وانتمائي القبلي لأحصل على المكاسب. هذا زاد من العصبيات، وهذا عرض القبائل لخطر كبير جدا في أن أصحاب الطموح يستخدمون هذه اللافتات القبلية دون الانتباه، لأنه هم الدماء والأشلاء التي أو إدخال هذه القبائل، يعني قبائل مثلا متعايشة لمئات السنين لم يعرف بينها صراع، فجأة أنها دخلت في صراع
الصراع بسبب أنه أصحاب الطموح في الطرفين استخدموا لافتاتنا القبلية لتحقيق طموحاتهم الشخصية. نعم. وهذه هي أزمتنا. نعم. أستاذ عبد الله آدم خاطر، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمهتم بالسلام في دارفور وفي عموم السودان، يعني معروف أن مشاكل الموارد والمشاكل ما بين الرعاة والمزارعين هي كانت يعني أسباب النزاعات التي كانت تدور في دارفور، يعني هل يعني هذا الأمر ما زال هو الأمر الرئيسي في هذا الصراع، أم تعددت أساليب ويعني أشكال الصراع واختلفت عن الأسباب الفائتة فيما يعني يختص بالرعي والمرعى والموارد؟ كان دكتور محمد سليمان يعني اتكلم عن حرب المياه والموارد أو حرب الموارد، في وكان المسألة الأفضل أو المسألة الأوضح بالنسبة له كانت دارفور أيضا، وهو تنبأ يعني بالنزاعات اللي حصلت ما بين المكونات المحلية في دارفور، وانتهاءا بأن يكتمل النزاع بين الحكومة والمكونات المحلية، ودي طبيعة الأوضاع. والناس كانوا بيتكلموا في ذلك الوقت عن نقص الموارد، ولكن اليوم يعني بعد المدة دي كلها لما تقرأ الخريطة الاستثمارية بالنسبة للسودان، يمكن دارفور متمتعة بموارد هائلة جدا، سواء كانت المياه في جوف الأرض أو المعادن أو الإمكانيات الهائلة للزراعة وعدم الاستثمار. صحيح الموارد اللي كانت شحيحة هي بسبب التصحر اللي ضرب غرب القارة الأفريقية واستمر يزحف شرقا إلى أن وصل دارفور في الثمانينات، لكن دي كلها ما حرمت دارفور من أنها تجدد الطاقات والموارد حتى الآن. يعني من كل الدراسات والعمل في العملية السلمية أنه الآن دارفور فيها من الموارد غير المستثمرة، إذا استثمرت بشكل سليم بما فيها جبل مرة يمكن أن تعين السودان على مخارج كثيرة، زي ما المناطق الأخرى في السودان عندها موارد إيكولي أو يعني موجود فيها موارد بنفس القوة. ودي يعني إذن أزمتنا دلوقتي في السودان ليس فقط في دارفور ولكن في كل السودان، يعني أزمة استثمار الموارد، أزمة الإدارة بتاعت الدولة، أزمة إعادة الفهم بالنسبة لي هل نحن بالفعل فقراء أم مفقرين؟ ده السؤال اللي دلوقتي يعني محتاج لإجابة. هنا أنا أضبط الكلام ده بالكلام اللي قاله عبد المنعم اللي هو كلام جيد جدا، أن كيف أنه المشاكل تدخل المدن. صحيح طبعا إذا كان ما في استثمار حقيقي وما في حسن إدارة التنوع في كل الأقاليم، لابد أن المشاكل دي تصل للمدن بشكل من الأشكال. فلذلك ثورة ديسمبر المجيدة أنا أعتقد أنها فتحت مجالات ما كان من الممكن يعني تفتح يعني أمام الشعب السوداني زي ما فتحت اليوم بمداخل المبادئ الدستورية اللي أعلنت عن نفسها من خلال الديمقراطية واللامركزية وسيادة حكم القانون وإدارة حسن التنوع، والمواطنة تكون أساس للحقوق والواجبات، والتنمية نفسها تكون تنمية يعني من الأقاليم نفسها أو من الولايات أو من المحليات أو يعني ما يقال أنه bottom up approach أو يعني من تحت لفوق. نعم. فضلا عن أنه السودان يجب أن يسير في الخط الدولي اللي المستقل اللي يخليه يكون على مسافة واحدة من كل شعوب ودول العالم. هذه المسائل في غاية الأهمية لكي نعترف أولا بأن الحرب أو النزاعات المحلية دي
هي يعني نوع من العبث، تجاوز الزمن وما بنحتاج له، بل بالعكس يعني حقه نشجعه زي ما استفادت منه دول أخرى قبلنا، يعني بعد حرب دروس استفادت منه وبنت عليه الدولة، وخاصة مثلا دولة زي الولايات المتحدة بدل ما كانت تسعى في بوتقة الانصهار الآن مشت في اتجاه إدارة التنوع. نحن مشينا برضو في نفس الاتجاه بأننا نخلق الوحدة الوطنية وبوتقة الانصهار وكذا، ولكن الآن اكتشفنا أنه حسن ذات التنوع هو المخرج. يعني كونه زول من شرق السودان هو يعني جميل كما هو الشخص اللي من جبال النوبة أو من شرق السودان أو أقصد من شمال السودان أو من أقصى غرب السودان، كلهم جميلين وكلهم عندهم موارد وكلهم ممكن يشاركوا في الإنتاج وكلهم ممكن يكونوا إضافة لبناء السودان أفضل. نعم. أستاذ عبد المنعم بدريس المحلل السياسي والمهتم بشرق السودان، يعني بعد الأحداث التي يعني شهدتها مدن مختلفة في السودان، ابتداء بالقضارف ثم القربة ثم بور السودان ثم كسلة ثم حلفة ثم بور السودان، تجدد هذا الصراع من فترة لفترة. هناك من يرى ويحمل النظام البائد والمؤتمر الوطني بأنه من يقف وراء يعني هذه الأحداث، إلى أي مدى تتفق مع هذا الزعم؟ أنا بعتقد أنه المؤتمر النظام البائد يتحمل جزء من الوزر، وتحمل جزء من الوزر أنا لست مع من أصحاب أنه مؤمن بنظرية المؤامرة أنه هو الآن لديه أصابع وتدير، لكنه ظل خلال 30 عام أنه هو حاول أن يغير، كأنما حاول إعادة ضبط موجة مكون اجتماعي محدد ليلعب دور غير الدور المتعارف عليه الأساسي. هذا خلق هذا الخلل، الإضافة هذا 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 الخلل، إضافة إلى أنه خلال 30 عام توفرت له موارد مالية ضخمة جدا، كان ممكن لهذه الموارد أن إذا أديرت بطريقة جيدة أن تخلق تنمية متوازنة في كثير من مناطق السودان وتغني كثير من سكان السودان من النزوح من بيئتهم الطبيعية التي اعتادوا على الحياة فيها إلى بيئة أخرى. يعني مثلا نتحدث مثلا عن النزوح الذي حدث في شرق السودان، مناطق الأرياف حدث تدهور في المشاريع الزراعية، حدث تدهور بيئي لمناطق الرعي، حدثت نزاعات سواء كان النزاعات التي حدثت ما بين المعارضة وما بين الحكومة السودانية في ذلك الوقت في منطقة شرق السودان أو تأثيرات النزاعات للدول المجاورة، هذه أدت إلى نزوح آلاف وملايين السودانيين من قراهم ومن بيئة حياتهم الطبيعية ليعيشوا على أطراف المدن دون، لو كانت هناك دولة رشيدة كان أنه هم سيستمروا موجودين في بيئتهم الطبيعية، ستصلهم خدماتهم الطبيعية، لن يحدث لهم هذا الخلل. الآن هم إن تم انتقالهم من بيئة لم يعتادوا عليها إلى بيئة جديدة عليهم، تعقيدات مختلفة، مشكلات مختلفة، مطالب مختلفة، هذا 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 خلق غير خلق نوع من الخلل الاجتماعي، اجتماعي ليس داخل المكونات الاجتماعية الكبيرة حتى داخل الأسر، لأن هناك شباب وشابات فجأة وجدوا نفسهم أمام طريقة بتاعت حياة جديدة غير المعتاد عليها آبائهم وأجدادهم وغير البيئة التي نشأوا فيها. لذلك دي هنا مسؤولية النظام السابق، لكن مع مسؤولية النظام السابق الوضع الحكومة الانتقالية، الحكومة الانتقالية لديها قدر من المسؤولية في أنه هذا النزاع الذي حدث في أكثر من مدينة في شرق السودان وتكرر أكثر من مرة، لماذا نحن نتعامل معه بطريقة باستراتيجية إطفاء الحرائق؟ أنه بعد أن يحدث النزاع يتم التحرك ومحاولة للملمة النزاع ومحاولة لتوقيع اتفاق صلح ما بين المكونات الاجتماعية في حضور المسؤولين ونصفق لهذا ونفتكر أنه هذا النزاع،
في مبدأ رئيسي يعني لو ما المعالجة الرئيسية للقضايا اللي قلناها، في مبدأ رئيسي متعارف عليه أنه في الأمن، الأمن الوقائي، أنه قبل وقوع الحدث أين كانت الجهات المسؤولة؟ هل لم يكن لديها معلومات عن الذي يحضر له؟ هل كانت لديها معلومات وتغاضت عن الأمر؟ أم أنها يعني رفعت الأمر للجهات المسؤولة والجهات المسؤولة لم تتخذ القرار؟ هنا مسؤولية الحكومة الانتقالية في أن بكل مكوناتها، في أنها انتظرت حتى وقعت الواقعة، ثم بعد ذلك بدأت في التعامل معها كأنما هي أصبحت ردة فعل، ما أصبحت هي فعل. وهذا واحدة من القضايا الأساسية، وخاصة في بلد مترامية الأطراف، فيها بعض المناطق بعيدة جدا، يعني مثلا هذا النزاع، هذه الصراعات التي حدثت في مدن، لو كانت هذه الصراعات حدثت في أطراف شرق السودان في مناطق نائية، كم ستستغرق الحكومة من الوقت حتى تصلها؟ لذلك المسؤولية في جذور للقضية، وفي مسؤولية راهنة في قضية مهمة جدا في النظر لشرق السودان. صحيح أنه كثير من مناطق السودان تعاني من الفقر وكذا، لكن في المقاييس، سواء كان مقاييس الأمم المتحدة أو المقاييس الحكومية، أعلى معدل فقر موجود في السودان موجود في شرق السودان، أعلى معدل وفيات وسط الأطفال وسط الأمهات موجود في شرق السودان. هذا مرتبط بالبيئة، مرتبط بطريقة الحياة، مرتبط بأن يعني لم حتى المشروعات يزعم بأنها تراد أن تنمي المنطقة لا تستصحب المكون الثقافي والاجتماعي للمواطنين. برضو طبعا في مشاريع كبيرة في شرق السودان حصل لها تدمير ممنهج، تم إهمالها، تدهور إنتاجها، تحول أنها هي بدل مناطق منتجة تحولت إلى مناطق مهملة تنمو فيها نباتات غير منتجة. لك أن تتخيل، مدينة مثل طوكر، الآن غير موجودة في الذاكرة. هذه المدينة كانت في أيام أن مشروع ينتج القطن كان مزارعينها مرتبطين بالبورصة في لندن، يسمعوا أسعار بورصة القطن في لندن. نعم سعود، لهذه النقاط بالتفصيل أستاذ عبد المنعم أبو دريس، وأيضا نواصل معكم حلقة اليوم في أجندة الساعة، ولكن عقب الفاصل. أهلا بكم من جديد في أجندة ساعة، ورحب بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ عبد الله آدم خاطر، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمهتم بالسلام في دارفور وعموم السودان، وأيضا أرحب بالأستاذ عبد المنعم أبو دريس، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمهتم بقضايا شرق السودان. أستاذ عبد الله آدم خاطر، أنت تحدثت عن أن إبدال حكام عسكريين بحكام مدنيين هو الخطوة الأولى في الطريق الصحيح ل يعني تلافي هذه الإشكالات والأخطاء التي يعني صاحبت الإقليم في الفترة الفائتة. لكن هناك من يرى بأن الحكام المدنيين يعني ليس لديهم القدرة على التعاطي مع أعمال الشغب والعنف وهذه الإشكالات التي تحدث، وربما أيضا هم يرون بأن هذه الميوعة الأمنية والسيولة الأمنية إذا كان هذا العسكري لم يستطع حسم هذا الأمر، فكيف بالمدني أن يتعامل مع هذا الأمر؟ طبعا يعني أول حاجة العسكريين يجب أن يشكروا على الفترة اللي قضوها في حكم إقليم واسع بولايات خمسة زي دارفور وطبعا كل الأقاليم الثانية. لكن كويس أنك أنت أديتني فرصة أتكلم عن دارفور بشكل بالتوسع. فهم عملوا كل ما يستطيعوا، لكن الوعي المواطن العادي تجاوز مسألة حل الأمور بالعنف، تجاوزت كثيرا، ودي لا يمكن الإنسان يدرك إلا إذا كان هو بقى جزء من هذا المجتمع. يعني أولا أصبح في قاعدة جدد،
يعني كل المجموعات اللي كانت جزء من الحركات الكفاح المسلح أصبحوا قادة محتملين لمجتمعاتهم، وأصبحت عندهم أفكار يعني بيروجوا لها، وهي مش أفكار تدمير، أفكار إنتاج وأفكار تنمية. المجتمع المدني طوال فترة النظام البائد كانوا بيعملوا في مجال العملية السلمية، وهم بتواضع شديد جدا بيتعاملوا مع مواطنيهم عشان يكونوا جزء من العملية السلمية، ويحذرهم من فكرة أنه العنف والنزاع ممكن يحل المشكلة. وعشان كده كانوا بيسموهم دين أصحاب المصلحة، وتكونت بهم كيانات وقيادات جديدة. فالمجتمع المدني أصبح جزء من الوعي والتوعية. الإدارة الأهلية نفسها من خلال التجربة القاسية بتاعة النظام البائد استطاعوا أن يدركوا أنه يعني الواقع احترامهم هم كقادة أهليين بيجي من المجتمع بتاعه، مش من السلطة المركزية. ولذلك الآن كل حتى فكرة الأخ عبد المنعم لما قال أنه المشاكل القبلية في الشرق أصبحت يعني فيها الجانب السياسي مربوطة بالجانب القبلي، لأنه بقت في حاجة جديدة للقيادات حتى الأهلية بقت تحاول أن تكون شريكة من القيادات الجديدة المدنية للمجتمعات المحلية. ولذلك تلقى أنه المجتمع تجاوز فكرة العنف، ودي الوقت كل المجتمعات السودانية بشكل عام بيبحثوا عن قادة للسلام القادم، يعني مش فقط يعني اتفاقات على الورق أو كذا، لا دايرين اتفاقات كذا. ويعني لحسن الحظ يعني في دارفور على الرغم من الكلام اللي اتقال، لكن اليوم القيادات بتاع دارفور الخمسة هم قادة المجتمع المدني كلهم بدون استثناء. ولذلك يعني وأنا جاي اليوم للاستديو في واحد اتصل علي من بعد منطقة الجنينة، قام هنعني قال لي يا أخي العمل الوالي الدومة ده شيء يعني نحن ما كنا متوقعينه، لأنه حسم الناس اللي كانوا متعطلين وبتكسبوا من يعني دم الناس وأبعدهم تماما، ويعني عمل إجراءات جديدة هي دي اللي بتحل المشاكل. فلذلك يعني الحاكم أو الوالي المدني أعتقد أنه قدرته على معرفة الناس وتدبر وكذا. لذلك هسه الناس لما يحصل لهم مشكلة، مثلا حصلت في نيرتتي مثلا، الناس قاموا عملوا اعتصام، ما اتصلوا بالأحزاب بل أبعد أي حزب، كانوا بيتوقعوا أنه الشعب السوداني بطرق جديدة يعني لجان المقاومة الحرية والتغيير والمجتمع المدني بشكل عام هو اللي يجي يقيف معاهم ومعاهم يضغط على الحكومة عشان تجي في النهاية. وبالفعل مجلس السيادة جات والحكومة الانتقالية جات، وكانوا محل ترحيب بعد ما لقوا السند القوي من الشعب السوداني. نعم. وده أعتقد أنه تجربة حب نحن نعتز بها ونفتخر بها، وما نضيع وقت في أنه النظام البائد عمل أو النظام البائد ما كان لازم يعمل، لكن إحنا كمان من واجبنا نتجاوز الكعب ونمشي مع ونطور التجربة الجيدة. وكفاية جدا أنه النظام البائد الآن تحت المحاكمة العادلة. نعم أستاذ عبد الله دم خاطر، يعني أرحب بالأستاذ أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور عبر خط الهاتف للحديث ضمن حلقة اليوم في برنامج أجندة الساعة. مرحبا بك السيد الوالي، ويعني كيف هو الحال والمشهد في ولاية وسط دارفور، وكيف هي الأحوال الأمنية الآن في الولاية؟ شكرا جزيلا للاستضافة، هي تجاري في بيت منه أي القوات المسلحة
بعد العيد 66، ومتمنيا انه يعني العام يكون عام السلام والاستقرار. فيما يلي سؤالك، اولاد وطن باتوركيا يعني مستغره نسبيا وما فيها يعني مشاكل فيما يخص الراعي والمزارع، وما فيها يعني اشكاليات اثنيه في الولايه. سيد الوالي، يعني كيف يمكنكم الاستفادة من هذا التنوع في ولاية وسط دارفور وخلق حالة السلام المنشودة التي يتحدث عنها الجميع؟ شكرا جزيلا للسؤال. احنا يعني في البداية يعني في برنامجنا في انه يعني نبدا البرنامج بالسلم والسلم الاجتماعي، والغرض ده يعني ضد السلام، بقى واحده من اهم الاجنده بالنسبه لنا، ولنا برنامج مطروح نحدد من خلاله السلام الاجتماعي اللي ممكن يؤسس ويوطن لاي انواع من السلام، اذا كان السلام السياسي واذا كان السلام الاقتصادي، خاصه احنا يعني في مرحله انتقاليه بتمر بلادنا يعني في انتقال شمولية للديمقراطية ومن الحرب للسلام. فإحنا منتهجين نهج سلام متعدد الأطراف، اصطلاحا يعرف بمثيرات بيرنسي، وده فيها استهداف دفعات متعددة، ابتداء بالشباب والمرأة والإدارة الأهلية، الحرفيين والمزارعين ورعاة الموظفين والمجتمع المدني. احنا تعريفنا للمشكله انها هي مشكله اجتماعيه او مشاكل حروب اجتماعيه، اللي هي صراحه تعرف بالسوشيال كونفليكت، ودي طبعا بتحتاج المقابل لها للموضوع بتاع السوشيال بيس اللي هي السلام الاجتماعي. في المشروع ده احنا بنعتمد الاتي، انه ما في مشكله، وده كلام قال واحد من المحققين في التحليل في النزاعات واقتبس منه، انه ما في مشكله ممكن تحل في نفس المستوى اللي اقتبس. لذلك يعني احنا بنعتمد على الابداع، بنعتمد على الافكار الخلاقه والادوات ممكن تفيد لنا المشروع ده، اللي هم القطاعات اللي قبل شويه انا اتكلمت عنها من الشباب والمراه، والرغابة على الحاجات دي هتكون هنشارك فيها الدور بتاع المجتمع، الدور بتاع المجتمع المدني هنشارك فيه من جانب المقاومة، الحارس والحارس القوات النظامية بكل مكوناتها. نعم. احنا برضه بننتهج نهج مختلف في عدم التكرار، وعدم التكرار في انه هنشتغل بطرق ووسائل جديدة فيها موضوع بتاع الكريتيفيتي وإبداع، حتى إنه نصل لغاياتنا المطلوبة. وفي النهج ده برضه أنا ذكرني كلام قاله قلبت إنستاين لما بعرف الإنسانيتي، إنه يعني ما ممكن إنك تعمل الحاجة مرة ومرة مرة ثانية وتتوقع نتيجة مختلفة. فإحنا قاعدين نعمل السلم الاجتماعي ده بطريقة مختلفة عشان نجيب نتيجة مختلفة ساسة، وأساسها السلم والسلام الاجتماعي. في دارفور السلام اقوى من الفروع للحرب، وعشان كده احنا هنشتغل في الموضوع بتاع جذور السلام ونوقفها ونرجع يعني العلاقات الاجتماعيه بين القبائل، بين العشائر، بين الحرفيين والمزارعين والرعاه والتجار. الرابط بين التجاره والحرفيين سواء كانوا مزارعين ولا رعاه، انه التجار قاعدين يتضرروا من الحرب، وعشان كده احنا قاعدين نهيج هاتي يساهموا معانا في المشروع بتاع السلام ده، لانه في محلات ثانيه مثلا زي خاتم مثلا يعني الاسم هناك ممكن يكون اكثر، اللي هي اصحاب العمل. احنا هنا يعني الغرفه التجاريه والتجار وكده، والمشروع بكامل لانه ماشي على المستوى بتاع القرى والفرجان والتمر على القواعد، فاحنا بناخذ المستويات المحليه هنا وحنمشي عليها. نعم.
أستاذ أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور، هناك يعني من يرى بأن غياب نهج واضح للعدالة هو ما يغري هؤلاء المتفلتين والمعتدين لي يعني عمل هذه الأفعال الشنيعة، يعني ما هو جهودكم تحديدا في موضوع العدالة؟ شكرا جزيلا. أنا أفتكر أنه يعني العدل هو أساس المتين بالنسبة للعمليات الاجتماعية بما فيه السلام، والمشروع اللي احنا شغالين فيه في المرحلة الانتقالية تاسع وأساسة العملية العدلية، واحدة من الحاجات اللي كانت مفقودة في طيلة الفترة السابقة في تاريخ السودان الحديث اللي هو غياب العملية العدلية وغياب العدل. الغياب العملية العدلية حتى في العمليات بتاع السلام، يعني المشروع أو الاتفاق بتاع السي بي اي كان ساجد جزء أصيل اللي هي العملية العدلية. كل الاتفاقيات اللي توقعت في دارفور كانت ساجدة جزء أصيل اللي هي العملية العدلية، عشان كده تكررت الجرائم في محلات مختلفة من السودان. احنا هنا العملية العدلية يعني مطلوبة وشغالين آنيا مع الجهات العدلية في أن نوفر العدل تجاهنا، وده بخدمنا احنا في غرضين: الغرض الأول تحقيق العدالة حد ذاتها، وده الغرض الأسمى، والغرض الثاني في أن تتجن أو يحمينا أو يقينا من مشاكل محتملة. فالعدالة بالنسبة لنا احنا بتكلمنا غرضين أساسيين زي ما ذكرتم، ودي الحاجات الحاجة الأساسية اللي بنعتمد عليها في مشروع تحقيق السلام والسلام العادل والدائم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور، شكرا جزيلا لك. أحييكم من جديد وأرحب بضيفي داخل الأستوديو. أعود إليك الأستاذ عبد المنعم أبو دريس، المحلل السياسي والكاتب الصحفي والمهتم بقضايا شرق السودان. أنت تحدثت عن هناك يعني أمن وقائي يغيب عن التعامل مع يعني الواقع في هذه الأيام، هناك يعني دور تقوم به الأجهزة والقوات الأمنية في احتواء الصراع، ولكن بعد يعني اندلاع المشاكل والصراعات. طيب أنا سؤالي، من الملاحظ أن مدن السودان مختلفة أو مناطق الصراع تحديدا بها قوات كثيرة جدا، قوات من الشرطة، من الأمن، من قوات المخابرات، الجيش، كل هذه القوات موجودة، ولكن يعني لا تعود الحياة إلى طبيعتها أو لا يستتب الأمن إلا بعد وصول تعزيزات من المركز. يعني تحديدا الكل يتحدث عن وصول مثلا تعزيزات وبعد ذلك عودة الحياة إلى طبيعتها، ويعني مناطق تشهد حالة من الأمن، وتحديدا مثلا قوات من الدعم السريع تصل إلى المنطقة الفلانية لبسط هيبة الدولة والسيطرة على الأوضاع. كيف تفسر هذا الأمر؟ أنا تفسيري له أنه القوات الموجودة على الأرض لو كانت لعبت أدوارها في الأمن الوقائي أو لو قامت بأدوارها، يعني مثلا مدينة زي بورسودان، القوات الموجودة من مختلف التشكيلات الأمنية حول المدينة أو قريبة منها ليست بالعدد القليل، عددا ليست بالعدد القليل، لكن رغم عن ذلك حدث أنه فقدنا أرواح عزيزة وأنه دماء وحصل اغتتال، والأسوأ أن هذا الاغتتال تم استخدام الأسلحة النارية فيه، وهذا يطرح سؤال كبير جدا: كيف يعني لمدينة مثل مدينة بورسودان ذات طبيعة حساسة بطبيعتها الاقتصادية وأن هي الميناء الرئيسي للبلاد أنه يتم إدخال أسلحة نارية، ويصل الحد بالجرأة بالذين أدخلوا الأسلحة النارية أن يستخدموها في صراعات ما بين مجموعات أخرى. يعني ما الذي يمنع هذه القوات الأمنية المتواجدة في مناطق النزاع وتحديدا في شرق السودان من القيام بواجبها؟ هذا سؤال يحتاج لإجابة. أنا في اعتقادي أن واحدة من القضايا التي يمكن أن تحلنا من هذا المأزق أن القضايا لا يتم فيها تحقيق شفاف، يعني ما بيجري تحقيق ليحدد المسؤوليات ويحاسب الذين أخطأوا. يعني واقعة بورسودان هذه تكررت العام الماضي مرتين، أخيرة في يناير الماضي ثم اندلعت مرة أخرى. يتم عملية صلح لكن لم يجري تحقيق شفاف ويتم إعلان نتائجه على الملأ
للرأي العام السوداني أن هذا هو الذي ارتكب الخطأ وهذا هو الذي يتحمل المسؤولية. هذه واحدة من القضايا الرئيسية جدا في سبيل تحقيق العدالة وفي سبيل تحقيق الاستقرار، تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين، لأنه إذا ظللنا أن لا نحاسب المسؤولين كأنما نفعل مثل الذي يخيط الجرح على أوساخه ودماءه دون أن ينظفه ودون أن يضيف عليه مطهرات، لذلك هذا الجرح سيتقيح وسينفجر مرة أخرى وسيكون أثر الانفجار أثر سالب أكبر. لذلك قضية بورسودان هذه لابد إن كانت الحكومة جادة في أن هذا الأمر يعالج معالجة نهائية لابد من إجراءات تحقيق وتحديد المسؤوليات. نعم أستاذ عبد الله، يعني منطقة دارفور هي بالله قبل دارفور أنا بس يعني أنا أعتقد أنه عبد المنعم الحكومة جادة في كل الأحوال في أنها توصل الناس للسلام القابل للاستدامة ولكن بطريقة مدنية. طبعا دي برضها فيها تكلفة، والأحداث اللي حصلت في بورسودان لا شك هي أحداث سياسية في المقام الأول، يعني والأحداث القبلية يعني بقت جزء من ما يمكن أن يسمى يعني ردود فعل أو على هامش الأحداث السياسية. فإذا كان الحل السياسي الكامل تم بشكل سليم أعتقد أنه القابلية لاستمرار هذه المسائل القبلية تكون يعني ضعيف جدا، وهي بتكون في يعني في مؤخرة الاهتمامات. ولذلك يعني لو المرحلة الانتقالية قيمتها في أننا نوجد حالة للسلام قابل للاستدامة ولكن بطريقة سلمية. طيب يا أستاذ، أنت يعني أشرت إلى أن الحكومة يعني تريد أن تصل إلى حالة الشعب بشكل مدني، يعني أيوة يعني تعمل جاهدة من خلال الشعب طبعا. لكن هناك من لا يعي هذا الأمر، يعني ونفقد هذه الأرواح، يعني تتكرر المشكلات. ألم يعني يعود هذا الأمر مكلف جدا ويعني قاسي جدا على المواطنين في شرق السودان في مناطق أخرى؟ نعم، ما نحن شفنا استخدام العنف في معالجة قضايا، يعني كان عمر البشير مثلا بيقول أنه نحن قتلنا عشرات المئات من الناس لأسباب يعني لا قيمة لها، ده يعني بعد ما وعيه جاء، لكن كان هو متحمس للقتل. إذا كان ده صحيح ولا ما صحيح، أعتقد أنه العنف لا يمكن يحل مشاكل معقدة في السودان. فلذلك الاهتمام بالسلمية دي يعني مبدأ حقنا نتمسك به وندين العنف في كل الأحوال، ونسعى بكل ما نستطيع بأنه السلمية هي تكون. وبهنا بيجي دور المثقفين، دور المجتمع المدني، بيجي يعني الأدوار المدنية المعقدة الأخرى. ودي يعني نذكر تماما في قمة أزمة دارفور كنا نتكلم عن أن المسألة دي لا يمكن تحل بالحرب ولا يمكن تحل بال القنابل والعنف على المواطنين وتهجيرهم وكذا، وكنا واقفين في الموضوع ده يعني وقفة يعني قوية جدا في المجتمع المدني، والعالم تعرف على ما حدث، وده اللي أدانا المدخل في أنه نتحدث مع الحكومة على الرغم من ضبطها الشديد في التحدث في هذه المسألة. نعم، أعود بك إلى مسألة السلاح في دارفور. أيوة. الحكومة الفائتة ونظام المؤتمر الوطني كان قد بدأ خطوات جادة. البائدة، الحكومة البائدة بتاعت المؤتمر الوطني كان قد بدأ في يعني عمليات جمع السلاح، نتج عنها استقرار للأوضاع الأمنية شوية كده بشكل على حتى على مستوى الأفراد، ولكن برز الأمر من جديد في هذه الفترة. يعني هل السلاح ما زال بأيدي الناس حتى الآن؟ لا تستطيع أن تقول لا. السلاح موجود في أيدي الناس مؤكد،
وبعضها يعني يقابل للاستخدام في أي وقت، ولكن يعني الاتجاه نحو معالجة القضايا كلها بالسلمية وتأكيد يعني عنف الدولة أو العنف في المجتمع يتركز في يد الدولة، الشرطة، القوات المسلحة والقوات المساعدة. دي يعني لابد أن نتأكد منها تماما بأنه الدولة تكون مسنودة بالقوات المسلحة، وأنه يعني فكرة أنه تاني يكون في انقلاب عسكري أو يعني استخدام عنف لمعالجة يعني قضايا اجتماعية، دي حقها ما تكون واردة مطلقا بالنسبة لنا كسودانيين. وإذا كان نتكلم عن أنه السبب العنفي أصلا شنو، يعني زي ما تفضل عبد المنعم قبل بأنه شرق السودان ورث كل الأدواء والأمراض الاجتماعية والاقتصادية. طيب ليه نحن ما نعمل يعني من دلوقتي نعمل حملة فقط من كلنا كسودانيين، نعمل حملة لتنمية شرق السودان ونحاسب الناس اللي يعني تسببوا في أنهم أوقفوا التنمية في أوقات سابقة، يعني إدانة لا هي طبعا إدانة أخلاقية، أنه فعلا ندين إدانة أخلاقية كل من ساهم في تخلف شرق السودان. نعم. ونبدأ من جديد. من جديد. نعم. أيوة. طيب أستاذ عبد المنعم أبو دريس، هناك يعني حديث عن دور يمكن أن يلعبه المثقفون ويعني قادة المجتمع ويعني المؤثرون في المجتمع بشكل عام، لكن يعني هناك من يرى بأن هذا الصراع هناك أجندة يعني تلعب دور في هذا الأمر، هناك أيادي خفية خارجية. يعني تابعنا هناك كان بيان من المجلس الأعلى لنظارات البيج والعموديات المستقلة، عادت جهات ونفت أن هذا البيان هو بيان مدسوس ولا علاقة له بهذا الأمر، ولكن يعني هناك في البيان كانت دعوة للأشقاء في دول الجوار في أريتريا وأثيوبيا ومصر بدعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية في شرق السودان وأيضا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى أي مدى يمكن أن يكون يعني هذا الأمر صحيح؟ يعني هل هناك تقاطعات دولية ومصالح دولية في هذا فيما يحدث في شرق السودان؟ أولا في نقطة رئيسية جدا، أنه أنت إذا تركت نافذة من نوافذ بيتك أو بابا فاتحا لن تستطيع أن تقول لأي شخص لديه مطامع لماذا دخلت هنا. القضية الأساسية أنه نحن كيف نحصن بيتنا وكيف نقلق كل الثغرات التي يمكن أن تتيح أن, 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 أن تتيح للطامع أن يدخل. شرق السودان منطقة استراتيجية جدا، ليس للسودان ولكن للأمن الإقليمي، منطقة لديها ساحل أكثر من 700 كيلومتر على واحد من أهم الممرات المائية، منطقة بحر قريب من عدد من الدول المغلقة، يمكن هذه الدول المغلقة يمكن أن تستفيد منه في أن يصبح هو نافذتها في الإطلال على العالم. وإضافة لأن منطقة أصلا فيها موارد طبيعية أخرى وكذا، هذه يعني مشهيات للذين لديهم أطماع في التوسع. يبقى أن أنت يعني كثير من مناطق السودان عندها هذه الميزات، عندها ميزات بطبيعتها وتكوينها الجغرافي. كيف أنك أنت تحصن هذه المناطق لا تتيح الباب لأصحاب الأطماع أن يدخل؟ أدركنا الوقت أستاذ عبد المنعم أبو دريس، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم في أجندة الساعة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله آدم خاطر، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمهتم بالسلام في دارفور وعموم السودان. شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم أبو دريس، المحلل السياسي والكاتب الصحفي والمهتم بقضايا شرق السودان. شكرا جزيلا لكما. بل يعني لكن يجب أن نؤكد على ما قاله عبد المنعم،
بأنه يجب أن نحصن بيتنا من الداخل يعني قبل أن يفكر فينا الآخرون. نعم إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا لكم متابعية عبر هذه الحلقة في أجندة الساعة. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. الأسبوع القادم أجندة جديدة وقضايا وموضوعات جديدة حتى جديدة. الملتقى لكم من عاطرة. تحايا محمد خليل الشفا وتحايا فريق العمل. إلى اللقاء.